مباراة منتظرة يعني. ليش صعب الفيصلي؟ مشكلة الفيصلي. لا لا فعلا مباراة صعبة، مباراة للفريقين صعبة، مباراة منتظرة من هذا الموسم من الفرق القوية بتنافس على المقدمة. الوحدة 21 نقطة، الفيصل 20 نقطة، وبالتالي مباراة منتظرة من مباراة اللي الجمهور ينتظرها. فريقين منظمين، مباراة متكافئة جدا يعني. بكرة حتعتمد على التفاصيل الدقيقة يعني، أخطاء، الحالة الذهنية والبدنية للاعبين. هنا هنا الفروقات من يخوفك في الملعب. الفيصلي كوحداوي، الفيصلي كوحداوي طبعا جوستافو يعني إذا كان في مستوى يعني، طبعا هو في الفترة الأخيرة مش زي السابق، يظهر ويختفي يظهر ويختفي، لكن هو يبقى في السنوات ظهر مشكلة يعني، في السنوات مشكلة يعني، بالسنوات الثلاثة الأخيرة هو دائما هو الأفضل في الفيصلي. الوحدة أتمنى انسلمو يشارك كوحداوي يتكلم، ولكن عموما المباراة جدا صعبة على الفريقين. تخيل أنت الوحدة تفوز بكرة الثاني في الدوري ولو مؤقتا، الفيصل يفوز الثاني مكرر، حيخش 23 نقطة مع الرائد، وبالتالي المباراة حتكون جدا صعبة. أنت وش تحس؟ توقع مباراة قوية. أتوقع أنا أتوقع فوز الوحدة، أتوقع فوز الوحدة بكرة، خاصة خارجين من خسارة مباراة في مكة ومع الفيصل، لأنه الهزيمة بكرة ممكن وبعد كده يفوز الفرق الأهلي، وهذا حيرجع الفريق لمراكز يعني مش كويسة نفسيا، مش كويسة للوحدة، حتى الفيصل خسارته نفسيا مش كويسة يعني حيبدأ يتراجع ذهنيا وعلى مستوى ما بقول إحباط أكبر الموضوع، لا ما في إحباط، الفريقين ممتازين هذا الموسم، ولكن تبدأ الفجوة تكبر بينهم وبين فرق المقدمة، وهذه ما يبغوها الفريقين، يبغوا يستمروا قريبين من المربع الذهبي دائما في هذا الموسم.